الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية وإماما للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أعزائي الطلاب، مستمعي الكرام، ما دمنا قد بينا حقيقة المعية والفوقية وما إلى ذلك من صفات الذات، بقيت لنا نقطة أساسية، وهي أن نبرز حقيقة التكلم، وهذا ما عقدنا هذا الدرس من دروس هذه الوحدة لبيانه. الدرس السابع إنما يتناول صفة التكلم، وصفة التكلم هنا صفة ذات لله الواحد القهار. نستطيع أن نصوغ الدرس في هذه العناوين أو العناصر الثلاثة. أولاً، نبرز مفهوم صفة الكلام، ثم ننطلق إلى الأدلة التي تبين صفة الكلام، وأخيرا نختم الدرس بإبراز حقيقة الكلام عند أهل السنة والجماعة. أما عن النقطة الأولى وهي معنى صفة الكلام، فإن الكلام صفة ذات لله الواحد القهار، تبرز أن الله تبارك وتعالى متكلم، وقد ثبت ذلك كما علمنا وكما سنعلم. فما المقصود بصفة الكلام؟ إن الكلام صفة أزلية أبدية تثبت لله كلاما لا يشبه كلام المخلوقين، ويعبر عنه بالقرآن وغيره من الكتب المنزلة. إن معنى كلمة الصفة أي أنها تنقل لنا وصف الكريم سبحانه، ذلك أن الصفة أزلية بقدم الذات الكريمة. إن الله قديم فصفته قديمة، وأبدية أي أنها لا تنتهي، وتثبت لله كلاما أي أن الله متكلم، وكلام الله لا يشبه كلام المخلوقين، كما أن كلام المخلوقين لا يشبه كلام الله. إنما يعبر أيضا عن كلام الله بالقرآن، فإذا ما قلنا القرآن كأن ذلك يعدل كلمة كلام الله، فإذا قلت القرآن الكريم أي كلام الله الكريم. وكذلك الكتب الثابتة التي نزلت على الأنبياء والمرسلين كالتوراة والإنجيل قبل التحريف والتبديل. حقيقة كلام الله تبارك وتعالى أنه صفة قديمة بقدم ذات الله سبحانه، وليست حادثة كما جاءت قضية كبرى هزت الكيان الإسلامي في ذلك الزمن عندما أشيع أن القرآن كلام الله مخلوق، وهذا قول فاسد وليس هذا بيانه كاملا، وإنما نشير فقط إلى هذه القضية على أنها من أولى القضايا التي بث أعداء الأمة ربوعها في بيئة الأمة المسلمة، وثبت الإمام أحمد رحمه الله ثبوت الشمس في قارعة في وسط السماء. وكلام الله تبارك وتعالى قديم بقدم ذاته وليس حادثا، وكلام الإنسان صوت يعتمد على المخارج والمقاطع، أما كلام الله فليس كذلك، وما يحدث من كلام البشر إنما بتصادم جسمين كصوت الحديد إذا جر على الصفا، وليست هذه الكتب المنزلة عين الكلام الذاتي، بل هي عبارات عنه. سبحان الله الواحد الأحر، سبحان الله الفرد الصمد الذي أكد على أن كلام الله قديم، وأن الكون كله لا يسع كلام الله عز وجل. والله تبارك وتعالى بيّن أن قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلام الله قديم وهو أوسع وأعظم من أن تناله عقل الإنسان. أما عن الأدلة التي تثبت صفة الكلام فهي كثيرة. الله عز وجل قد أثبت أنه متكلم بأدلة جاءت في القرآن استنبطها العلماء، وكذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمل العلماء عقولهم فأثبتوا أن الله تبارك وتعالى متكلم، وكلامه من ذاته وليس خارجا عنها، وكلامه قديم وليس حادثا. فمن أدلة القرآن قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، أي أسمعه كلامه الأزلي الأبدي، ففهم منه موسى ما فهم، فتكليم الله تعالى أزلي وموسى وسماعه لكلام الله حادث. إن السماع الذي طرأ على أذن موسى عليه السلام كان في ذلك الزمن على هذا الجبل وعلى طور سيناء،
أما كلام الله فهو قديم بقدم ذات الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. الله كلم موسى تكليما كما جاء في الآية الأخرى، وكلم الله كما سمعنا وكلم الله موسى تكليما. كذلك من الأحاديث الدالة على ثبوت كلام الله عز وجل ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من أمتك بعثا إلى النار. هكذا جاءت في هذه الرواية مفهومية منادات الله عز وجل بصوته. فالله عز وجل نادى على آدم بصوت يليق بجلال وجهه وكريم وعظيم سلطانه، وليس بصوت يدركه البشر بأسماعهم وأبصارهم، وليس كلام الله كلام الله عز وجل ككلام البشر، وإنما هو كلام يليق بذاته تبارك وتعالى. كذلك من الأدلة العقلية على ثبوت صفة الكلام لله أنه تعالى لو لم يكن متكلما لكان أبكم، والبكم نقص، والنقص مستحيل على الله سبحانه. هذا من ألمع الأدلة العقلية على ثبوت صفة الكلام عقلا ونقلا. أيضا حقيقة الكلام عند أهل السنة والجماعة تبرز لنا معنى ما مضى. لقد كان أهل السنة والجماعة يرون كلام الله بأنه أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي، ومتى شاء وكيف شاء وبما شاء بحرف أو صوت، وهذا الحرف والصوت لا يماثل أصوات المخلوقين، كما أن هذا الصوت ليس كما يسمعه البشر بعضهم من بعض، وإنما هو صوت يليق بجلاله. وعلى هذا الكلام فصفة الكلام صفة ذات، وهي أيضا صفة فعل. صفة ذات تعود إلى ذات الله المقدسة، وصفة فعل فيها أمر ونهي وحركة في كون الخلق، في كون الله تبارك وتعالى، فهي باعتبار أصله صفة ذات، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاده فهي صفة فعل، لأنه يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء. هكذا يرى أهل السنة والجماعة، فما أروعه من فهم وما أدقه من تعبير. ومن هنا يرى أهل السنة والجماعة أن القرآن هو كلام الله حقيقة تكلم به المولى جل في علاه، والقرآن غير مخلوق، منه أي القرآن من الله بدأ وإليه يعود. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع كلام الله، فكلام الله مسموع، وينصت العبد إلى كتابه فيسمع: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أمرنا الله بسماع كتابه وسماع كلامه وفهمه ودقته حتى تكون منه الحياة، وحتى تكون منه حركتنا. ولذلك أيها الشباب اعلموا أن المقصود بقولهم، أي أهل السنة والجماعة، منه بدأ، أي إن المتكلم بالقرآن حقيقة هو الله سبحانه. وأما قولهم إليه يعود يحتمل معنيين: المعنى الأول أنه يرفع، أي القرآن يرفع إليه، الكلام يرفع إليه، كما ورد في بعض الآثار أنه يسرى عليه في ليلة فيصبح الناس ليس بين أيديهم قرآن، ولا في صدورهم، ولا في مصاحفهم، يرفعه الله عز وجل إليه. والمعنى الثاني من معاني إليه يعود أنه يعود إلى الله وصفا، أي إنه، أي القرآن، لا يوصف به أحد سوى الله، فيكون المتكلم بالقرآن هو الله وهو الموصوف به، وغدت نفوس الناس وقلوبهم خلوا من القرآن عندئذ، وذلك لا يكون إلا في آخر الساعة. ويرى بعض العلماء أنه لا مانع من أن نقول إن المعنيين كلاهما صحيح. بذلك أيها الشباب نعلم أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله كتاب الله، ويثبتون لله كلاما أثبته الله لذاته المقدسة بطريقة تليق به سبحانه. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، ونحن بصدد دراسة كتابه وهو يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة كلام الله تعالى، يقول: إن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة،
ليس بمخلوق مثل كلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، أي من حاول أن يغير هذا المفهوم ويؤكد أو يثبت أو يحاول تأويل أن القرآن كلام قديم وهو كلام الله، وأسند إلى الله كلاما ليس من كلام الله، وادعى على الله بأن كلامه حادث، فإن الله قد ذم هذا الفاعل وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. لقد أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا القرآن مخلوق وأنه من كلام البشر، كما قال ربنا: إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. جاء الحديث بسقر بعد قول هذا القائل ليؤكد على أنها أمه وسيعود إليها بما كتب الله حكم. نعم، علمنا وأيقنا أنه قول خالق، أن هذا القول هو قول خالق البشر، وهو المتوعد لهذا الذي يزعم أن القرآن حادث. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. هكذا جاءت عبارات الإمام الطحاوي، وهي غاية في الدقة والروعة. أيها الشباب، بذلك نقول قد وقفنا على صفة التكلم وحقيقتها عند أهل السنة والجماعة، وإلى لقاء سعيد إن شاء الله.